التحرش الجنسي جملة ما أن نسمع حتى يتوارد إلى خاطرنا بأن المتحرش بها امرأة، ولكن الحديث في الممنوع أوصلنا إلى هذا الرجل. فئة في المجتمع تتعرض لذات الأنواع من التحرش لكنها أثرت الصمت. بعد 3 أسابيع من محاولات لإقناعه بالتصوير وافق على الحديث عن قصته، فبعد أن تخرج ونجح بالحصول سريعاً على وظيفة كانت بالنسبة له وظيفة الأحلام، بدأت التعقيدات، فمديرة المكان أعجبت بهذا الشاب. يعني كانت دائماً كلام، دائماً كلام بيوحي لإشي ثاني، تعزم مثلاً، تعزمني على العشاء، تحاول يعني تستفرد في كثير لحد ما واجهتها وحكيت لها يكفي يعني هاي التصرفات. يعني أنا رجل متزوج وما بقبل في هاي الأمور تحدث معي يعني. فهي توقفت الأمور بعدها، ولكن برضو توقفت عن العمل يعني في المؤسسة. إيش اللي منعك إنك تروح تتوجه أو تشكي لأي حدا؟ لأنه ما في حدا بيصدق إنه الرجل بيتم التحرش فيه. حبيس هو تركناه بين ثنايا قصته وبين ثنايا نمط مجتمعي يدخل فيه العيب والحرام بكل تفاصيله، أما الرجولة والانتقاص منها حتى وإن كان الرجل الضحية هي ما غيبت وجود أي إحصائيات رقمية للتحرش الجنسي الذي يتعرض له الرجل سواء في العمل أو في إطار ما يسمى سفاح القربة. ليست هناك ثقافة أن يكون هناك تحرش من المرأة في الرجل في فلسطين، على الرغم من وجود هذا الموضوع، ولكنه في فلسطين لا يوجد نسب، لا يوجد لا على المستوى الرسمي لا الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لديه النسب، ولا أيضا مؤسسات حقوق الإنسان ولا المؤسسات النسوية فيما يخص تحرش النساء بالرجال. وهذا مرتبط طبعا يعني في البنية الاجتماعية الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني. في مجتمع شرقي يعاني من الكبت وخصوصاً في القرى النائية يدفع الذكور أطفالاً كانوا أم شباباً ثمن هذا الكبت الذي يترجم بسفاح القربة، والضحايا هنا كثر ذكور وإناث. من رام الله فاتن علوان، الحرة.